مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. ومرة ثانية كل سنة وحضراتكم بكل خير وسلام، المسيح قام بالحقيقة قام. حلقة النهارده هي حلقة مميزة جدا. لأنه أول مرة يطرح هذا الموضوع على الشاشات. وأول مرة يتناقش وهو موضوع حياة وقيامة المسيح وهل هي ماخوذه كما يدعي البعض من اساطير وثنيه قديمه ولا حياه المسيح وموته وقيامه من بين الاموات حياه فريده جدا تاكدت من الناحيه التاريخيه وشهدها وعاش معاه كثيرون من شهود العيان ولا يمكن ابدا باي شكل من الاشكال ان يكون هناك وجه مقارنه حتى ما بين حياه المسيح وموته وقيامته والاوثان والاساطير الو الوثنيه القديمه. آه نحن نعيش في 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 عصر كثر فيه نقد الكتاب المقدس. ولانه الصليب والقيامه هما قلب الايمان المسيحي. وهما ايضا اللي من خلالهما آه آه اتم المسيح فداء الانسان وخلاصه. يهاجم او تهاجم المسيحيه في ايمانها بصليب المسيح وبقيامه المسيح. سواء من نقاد كثيرين على مستوى العالم او حتى من مفكرين مسلمين. فموضوع حلقه النهارده وده السؤال اللي بنطرحه والسؤال اللي هنحاول نجاوب عليه بكل امانه وباكاديميه ودقه في كل ما نتناوله متعلق بهذا الموضوع هو هل حياه وقيامه الرب يسوع المسيح ماخوذه من اساطير وثنيه قديمه؟ طبعا يمكن اول مره البعض من حضراتكم المتابعين لبرنامج عبر الكتاب يسمع هذا الكلام لكنه يعني نعرف اللي بيدرس فينا ويدرس ايضا مدارس النقد المختلفه و... ولي اطلاع بعلم الدفاعيات يعرف ان الموضوع ده مطروح على الساعه الساحه وايضا مطروح الايام دي على الساحه العربيه بشكل او ب... بشكل او باخر عشان كده محتاجين ان احنا نجاوب على هذا السؤال، هل حياه وقيامه الرب يسوع المسيح ماخوذه من اساطير وثنيه قديمه؟ يمكن آه يعني هتجدوا شوية المادة اللي بتقدم آه فيها نوع من الـ الـ السرد التاريخي لبعض الأشياء فأتمنى أنه يعني آه للي بيحبوا أن يكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألهم على سبب الرجاء اللي فيهم يجدوا في هذه الحالة أيضا إجابة على السؤال المطروح وعلاقة حياة وقيامة المسيح بالأساطير الوثنية القديمة خليني ابدا واقول مجرد نبذه تاريخيه عن مدارس النقد وكيف بدا هذا السؤال وايه الاسباب اللي دفعت البعض انه يطرح هذا السؤال. اولا يدعي المشككون في تاريخيه شخص يسوع، الموضوع كله مرتبط بتاريخيه المسيح. يعني يعني ال 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 المنطلق اللي بينطلقوا منه هو الطعن في تاريخيه المسيح. هل شخص يسوع المسيح شخص تاريخي أم أنه يسوع المسيح لم يكن شخصا تاريخيا أو خلينا نحطها بصيغة أخرى زي ما بيحطها البعض من النقاد أنه ما نقرأ عن يسوع في الأناجيل الأربعة قدموا لينا أو كتبوا لينا تلاميذ المسيح أو المؤمنين بالرب يسوع فالصورة اللي قدموها مختلفة عن الحقيقة اللي كانت موجودة إنه يسوع اللي تقدم هنا يسوع اللي بيحبوه يسوع اللي بيؤمنوا به بي, يسوع اللي قبلوه فبالتالي نزعت من كتابتهم الصفة المحايدة والموضوعية وعشان كده يعني هناك دايما بحث عن يسوع التاريخي لأنه بيعتبروا اللي مكتوب في الأناجيل هو صورة لمسيح الإيمان اللي بيؤمن به التلاميذ ده موضوع اخر لكنه عايز بس اقول انه المنطلق في موضوعنا النهارده المنطلق بتاعه هو الشكوك في تاريخيه يسوع المسيح. ف والاعتقاد بان المسيحيون الاوائل اخترعوا بل اقتبسوا قصه يسوع المسيح من الاساطير القديمه، يعني تلاميذ المسيح او الكنيسه الاولى اخترعت واقتبست ومزجت عناصر من قصص كانت موجودة وأساطير موجودة علشان يقدموا لنا شخصية يسوع في الحقيقة زي ما هم بيدعوا أنه بالنسبة لهم يسوع ليس موجود وأنه الصورة اللي موجودة عن يسوع دي صورة غير حقيقية هذه الشكوك التي ظهرت مع القرن الثامن عشر من مدارس النقد المختلفة للكتاب المقدس و قبل قبل القرن ال 18 ما كانش في ابدا اي شك في تاريخيه المسيح وفي ايضا انه عاش وولد وعاش وخدم وصنع معجزات وعلم ومات وقام ويعني المؤمنين صاروا يكرزون بموته وبقيامته لكن لما اتى القرن ال 18 ومدارس النقد المختلفه بدأ ما يسمى بالبحث عن يسوع التاريخي The Quest of historical Jesus. خلينا ندور على يسوع التاريخي ليه لأنه هم رفضين الكتاب المقدس فبيدوروا على يسوع في كتابات أخرى لعل الكتابات الأخرى لعل الكتابات الأخرى تديهم صورة مخلفة عن يسوع اللي بيقروا عنه في الأناجيل نيجي للسبب الرئيسي طب ليه هما بيعملوا كده؟ السبب الرئيسي وراء رفض تاريخية يسوع هو رفض الإنسان المعاصر لكل ما هو فوق طبيعي. الإنسان المعاصر مش قادر يقبل المعجزات، مش قادر يقبل أن يسوع مشي على المية مش قادر يقبل ان يسوع اشبع الجموع، مش قادر يقبل ان يسوع اقام الموتى، مش قادر يقبل ان يسوع علم للدرجه انه الجموع كلها يعني بهتت من تعليمه واندهشت من تعليمه وكان يعلم بسلطان، مش قادرين يقبلوا ايضا انه يسوع المسيح مات وفي اليوم الثالث قام من بين الاموات مش قادرين يقبلوا نبواته وكلامه وتعليمه فرفض الانسان المعاصر لكل ما هو فوق الطبيعي جعلوا يرفض تاريخيه يسوع المسيح فالبديل المنطقي لوجود المعجزات الكثيره التي صنعها يسوع في الاناجيل هو ان وده اللي اخترعوه بقى كتاب الاناجيل اقتبسوها من الاساطير ليطفوا على يسوع صورة جذابة وهيبة وإجلال يعني هم يسوع اللي بنقرأ عنه في الأناجيل ده مش هو يسوع الحقيقي يسوع الحقيقي مختلف عن كده ده شخص بسيط كان معلم حاول يصنع تغيير في المجتمع وجه برفض من اليهود يا حرام قبضوا عليه و... 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 وما قدرش يخلص نفسه وحكموا عليه بال... بالموت وانتهت حياته وده كل اللي احنا نعرفه عن يسوع اما يسوع بقى اللي في الاناجيل ده اللي بيشبع الجموع وبيمشي على الميه ويقيم الموتى ويشفي المرضى دي معجزات خدها التلاميذ او اقتبسها التلاميذ او خد اجزاء منها من اساطير كانت موجوده واضافوها الى شخص يسوع علشان يضيفوا إلى شخصه الهيبة والإجلال والعظمة وتعلن الكنيسة أن يسوع الذي يؤمنون به هو الله المتجسد دي طبعا ده طبعا ده, ده الفكر المعادي لله ده الفكر اللي رافض كل ما هو لله ده الفكر اللي بيرفض كل ما هو فوق الطبيعة وكأن الله عندما يدخل التاريخ يدخل التاريخ كاي شخص عادي ويخرج من التاريخ كاي شخص عادي، ليس له اي قدرات وليس له اي ميزات وليس له اي امكانيات تفوق الانسان. الايمان المسيحي لا يتعارض مع المنطق ولا يتعارض مع العقل، الايمان المسيحي يسمو فوق العقل ويسمو فوق المنطق. هنا رفض الانسان الحديث لكل ما هو فوق الطبيعه وده النهارده اللي بنشوفه. حتى جزء من حركة الإلحاد على مستوى العالم هو أن الإنسان المعاصر رافض كل ما هو فوق طبيعة مش قادر يقبل فكرة المعجزات حتى شق البحر حتى الخروج من أرض مصر حتى يعني آآ سوري آآ لما حمار بلعام تكلم ده حتى ده كله رافض هذه الأمور وبيعتبرها دي أمور خرافات أو يعني أساطير والإنسان كان بيؤمن بها هذا الإدعاء نادى به أول من نادى طبعا واحد ألماني اسمه ديفيد ستراوس وده يعتبر واحد من اللاهوتيين المتحررين آه الذي أنكر لاهوت المسيح معتبرا أن المعجزات لا تزيد عن كونها شوفوا التعبير بتاعه قال لي ايه إضافات معجزات لا تزيد عن أنها إضافات أسطورية مع القليل من الاساس في الواقع الفعلي او خلينا احط تعبير الانجليش بتاعه ميثيكال اديشن وذ ليتل basis اوف اكشوال فاكتس ده ده المنطق بتاعه انه اه يعني هو هو حصلت حاجه يعني يعني الرب يسوع او يسوع صنع شيء بس مش بالشكل ده يعني يعني فالاضافات دي اسطوريه أضيفت الى حاجه حقيقيه حصلت وده احنا كلنا المتابعين على السوشيال ميديا وغيره نعرف ان البعض النهارده بينادي بهذا الفكر حتى يعني المعجزات اللي صنعها يشوع او حمار بلعام بينظر اليها على انها ما حصلتش بالشكل ده ده بس اسلوب ادبي بليغ علشان يبهر القارئ لكنه لم تحدث بهذا الشكل هو بينزع منها هو بيقول عليها انها حاجة حصلت لكنه ما حصلتش بالشكل كبروها قوي وأضافوا إليها إضافات أسطورية مع القليل من الأساس في الواقع الفعلي ده يعني ده العقل البشري ده الإنسان لما بيفكر بحيث أنه يخرج الله من الصورة أنه الله بعيد كل البعد عن الصورة ولا يستطيع ان يقبل ما لله. فنيجي لجزء في كتابات كتيره طبعا لاهوتيين متحررين كتير لكن المشكله مش بس في الكتابات المشكله ايضا في الميديا النهارده في افلام اتعملت وفي كتب اتكتبت وفي روايات اتكتبت واتعملت افلام كل هذه بتنادي بنفس الفكره يعني هذكر حاجتين معروفين او نسمع عنهم في كتابه شفر دافنشي ذا دا دافنشي دا كود دان براون قال, عبارة أو كتب عبارة في كتابه قال إيه؟ إنه لا يوجد العبارة قد إيه خطيرة إنه لا يوجد شيء أصيل في المسيحية لا يوجد شيء أصيل في المسيحية يعني المسيحية لم تأتي بشيء أوريجينال يعني الميلاد العذراوي مش أوريجينال المسيحية ولا حياه المسيح ومعجزاته ليست من المسيحيه، والموت والقيامه مش ايضا فكر مسيحي، فالمسيحيه ليس فيها او لا يوجد فيها شيء اصيل، اي ان المسيحيه كل ما فيها هو اقتباسات من ديانات ومعتقدات واساطير قديمه كانت موجوده قبل المسيحيه. يعني يعني فكره الميلاد العذراوي طعنوا فيها، فكره انه يسوع يصنع المعجزات بيطعنوا فيها. موت المسيح وقيامه المسيح وصعود المسيح وحتى مجيء المسيح ما هي الا كانت موجوده في ديانات وثنيه قديمه والمسيحيه اقتبستها، فلا يوجد شيء اصيل في المسيحيه، هي عباره صغيره لكن عباره تودي في داهيه. عباره بتنزع من المسيحيه جوهرها وايمانها و حقيقة الخلاص اللي صنعه المسيح وحقيقة دخوله للعالم والفداء اللي صنعه بموته على صليب وبقيامته من بين الأموات فبتنفي كل هذا ده اللي قاله دان براون وده اللي احنا لو اتفرجنا على الموفي بنسمع العبارة دي اتقالت كويس على, أحد على لسان أحد أبطال الفيلم يقولون أيضا أن قصة يسوع في مجملها بس يسوع في مجملها ماخوذه من اساطير وثنيه متعلقه بموت وقيامه الالهه. في في اساطير وثنيه وهنتكلم عن الاساطير دي بالتفصيل في اساطير وثنيه اتكلمت عن موت وقيامه الالهه التي كانت موجوده في الشرق الادنى القديم مثل حورس واتكلم عن حورس بالتفصيل الممل فسامحوني وايزيس وازوريس وميثراس انا يمكن في في, في, في طبعا في اساطير اخرى لكن دول يمكن الثلاثه الاساسيين ايزيس واوزوريس وحورس ابنهم وميثراس اللي هو يعتبر من الفرس وايضا خدوه في روما وصار واحد من الهه روما هذه الادعاءات الادعاءات دي بنسمعها على الميديا واحنا عارفين انه يا كتير من الميديا العالميه مخصصه بالاخص لدمار الايمان المسيح وللطعن في الايمان المسيح. يعني آه يا ما في آه دوكيومنتريز او افلام آه وثائقيه هي اساسا ليست وثائقيه وحتى الدوكيومنتريز اللي بيجيبوها بيجيبوا لاهوتيين بينكروا لاهوت المسيح وينكروا ايضا آه الوحي وينكروا آه مصداقيه الكتاب المقدس فلما ياتوا بصفه لاهوتيين على على شاشات التلفزيون ممكن بيبقى له نوع من الوزن الناس تصدق كلامه زي بارت ايرمان والمحبوب كتير عند الاخوه المسلمين لانه بينقد الايمان المسيحي فده يعني وكتاباته بتطعن في الايمان المسيحي فده بيعتبر المسيحيين اه واحد من اللاهوتيين العظماء اللي, اللي بيتكلم عن هذا هذه الادعاء اكدها الممثل بيل مار على قناه اي بي سي شبكه الاي بي سي الامريكيه وهو يتحدث عن فيلمه ريليجيسيس حيث قال ان القصه الكتابيه عن يسوع ماخوذه من كتابات قديمه تتحدث عن الاله حورس والاله ميثراس يعني يعني الفيلم بتاعه كل الفكره بتاعته هو انه ازاي قصه يسوع ماخوذه من حورس وماخوذه من ميثراس كمان في مخرج الماني او او يعني فيلم اتحط له اسم الماني اي روح العصر اتزيج جيست وده الفيلم ده بيتكلم عن ازاي انه الايمان المسيحي بكل عناصره الميلاد العذراوي حياه المسيح انه عنده 12 تلميذ إنه خانوا أحد تلاميذه، إنه كان معلم عظيم، إنه مات، إنه قام، إنه صعد، دي كلها مقتبسة من ديانات وثنية قديمة بالأخص قصة حورس إلى آخره، فالفيلم ده هو بيقدم دون للمشاهدين الأساطير القديمة مثل الميلاد العذراوي ووجود اثنا عشرة الميزان والمعجزات والموت والقيامة من أساطير وثنية قديمة ونسبوها ليسوع وبهذا لا تختلف قصة يسوع عن هذه الأساطير ولا يمكن قبولها على أنها قصة تاريخية لشخص ده, ده ده لب الموضوع هو الطعن في تاريخية المسيح مش قادر يقبل أنه هناك في التاريخ البشري دخل إلى عالمنا شخص عجيب كان دخوله إلى العالم دخول عجيب وكان خروجه من العالم أيضا خروج عجيب إن الله صار إنسانا الكلمة صار جسدا وإنه عاش وصنع معجزات وتمام الفداء، فالطعن في تاريخيه المسيح هو طعن في الايمان، طعن في موته الفدائي، طعن في قيامته، طعن ايضا في اساسيات الايمان المسيح، وانس ان انت شكيت في تاريخيه المسيح كل حاجه مرتبطه بالمسيحيه بتسقط، وده الهدف الاساسي ان هو يشكك البعض في تاريخيه المسيح. ده الهدف الاساسي. طب تقول لي يا سيس اشرف الحاجات دي كلها طب حاجات غربيه احنا مالنا احنا يعني في عالمنا العربي نشكر ربنا ما عندناش الكلام ده ده كلام مكتوب في كتب اجنبيه ومنشور للاسف الكلام ده غير صحيح الكلام ده موجود في مقالات وفي كتب وفي آآ آآ مراجع بتهاجم الايمان المسيحي وبيتم ترجمة ما يكتب في الغرب وتقديمه للمجتمع المسيحي طعنا في الإيمان المسيح هذكر لكم مثل وحيد جريدة اسمها جريدة إلاف جريدة إلاف جريدة إلكترونية وموجودة يمكن على على الشبكة يمكن أنا بدأت يعني أتعرف عليها من سنة 2009 2010 ومعروفة جدا جريدة إلاف فيها مقال كتبه الكاتب الإسلامي الكويتي نجم عبد الكريم مقال كتبه بعنوان إيه؟ بعنوان خلينا أكبر ال ال مش مش راضية تكبر ولا راضية تصغر ماشي مش مشكلة المهم المقال بيقول إيه؟ الى من يعبدون المسيح وحط ما بين قوسين بدون تشنج يعني يعني هو هو عايز يطعن ويكلم اللي بيؤمنوا بالمسيح بيقول لهم الكلام اللي هقوله ده ما تتعصبوش بس دي حقيقه وبيكتب في المقال بتاعه انه هقرأ جزء من المقال وبعدين هدخل بيقول ان اي مطالعه على ما كتب من اساطير قديمه سيكتشف او اي مط... سيكتشف المطالع لها ان معظم الطقوس التي تعبد بها الناس المعاصرون انما ترجع في اصولها الى الاساطير يعني ما اعرفش الكلام ده بيعود ايضا بينطبق على الاسلام ولا بينطبقش على... ما بينطبقش على الاسلام مع اختلافات طفيفه فرضتها عليهم ظروف لعبت فيها الاهواء والمصالح لماذا هذه المقدمه؟ هو بيسال لان هناك كتاب كتاب صادر عام 2004 الفه توم هاربور تناول فيه مبحثا مطولا عن ثلاث كتب الفها علماء مصري علماء المصريات وذكر لينا اسماء العلماء وخلاصه ما توصل ده بقى النقطه اللي انا عايز اركز عليها وخلاصه ما توصل اليه المؤلف من هذه المؤلفات التي اختصت بالمصريات وغيرها أن مسيحكم وهنا تهكم لغة تهكم أن مسيحكم هذا الذي تعبدونه لغة تهكم أخرى صورة مستنسخة من مسيح آخر سبقه بقرون هو حورس ده اللي عايز إن أنه أنه المسيح اللي إحنا بنؤمن بيه ده ده صورة مستنسخة يعني مأخوذة من مسيح مصري قديم اسمه حورس وسوف اختصر امامكم الطريق مع معرفه المسبقه بتشنجاتكم والخص لكم ما جاء في هذه الدراسه. اولا هذا الكاتب يعني آه وده ده كعاده اي كاتب مسلم يريد ان يهاجم. لا يتحد لا يذكر لنا اسم الكتاب بالتفصيل كويس؟ ولا يذكر لنا الصفحه ولا يذكر ايضا يعني لو هو لو لو, لو هو باحث آآ آآ يعني آآ موضوعي آآ كان لابد انه يضع القصه الحقيقيه لحورس ويضع القصه الحقيقيه لرب يسوع لكنه هو كل اللي عنده هو من افلام وليس من كتب كل ما يريد ان يقدمه هو واخده من ميديا من 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 على شاشه اللي هو منتشر على شبكه الانترنت ومنتشر ايضا على شاشات التلفزيون وقالنا الاخ عبد الكريم وحط لنا ايه لسته قال لك حورس ولد من عذراء وده طبعا كذب كل نقطه من النقط دي هتشوفوا قد ايه انه ده كذب يعني يعني هذا الكاتب معجون ها مش بالموضوعيه معجون بالكذب فهو بيقول ولد حورس من عذراء كما ولد يسوع من عذراء حورس هو الابن الوحيد الذي انجبه الاله اوزوريس يسوع هو الابن الوحيد الذي انجبه الله الام آه التي حملت حورس هي ميري طبعا ده كذب ايضا ما فيش ما فيش اي آه مخطوطه مصريه ولا تاريخ قديم يقول لنا عن ام آه آه حرس انها اسمها ميري وبيقول انه زي مريم آه ام المسيح الاب الذي آه تكفل برعايه حرس كان اسمه سب آه وليسوع كان يوسف كلاهما يعود لاصول ملكيه كذلك يسوع في في مغاره وهو وايضا حورس اتولد في مغاره يعني كان عنده 12 تلميذ يتكلم عن أنه هو تنبأ عن تنبأ عن ميلاده وانه مات وانه قام وحطت لسته طويله بالتشابهات ما بين حورس وما بين حياه الرب يسوع المسيح، ونكتشف قد ايه انه هذا الكاتب فعلا هو لم يقرا قصه حورس ولا يعرف عن ايزيس ولا ولا وازوريس شيئا، وأن كل اللي كتبوا لا على الانترنت فكتبوا وحطوا في مقاله وكان الـ الـ الافضل بإلاف كمجله انه يكون لها مصداقيه عند القارئ انها لا تضع شيء آآ آآ مجرد آآ يعني آآ آآ اكاذيب آه آه غير حقيقيه، لكن خلوني آه أكلم شوية عن التفاصيل بتاعة كل أسطورة، ليه؟ ليه بتكلم عن التفاصيل؟ لأنه علشان تعرف تقارن سواء من وجهة من التشابهات أو الاختلافات، لابد إنك تعرف القصص الأخرى، ما ينفعش آجي أقول إن حورس والمسيح يتشابهان في كذا وكذا، لا قول لي قصه حورس قول لي قصه ايزيس قول لي قصه اوزوريس وبعدين وانا عارف قصه المسيح اقدر انا اعرف ان كان في تشابهات او ما فيش تشابهات فاول حقيقه لما اول حاجه اول حاجه اذا جه حد وقال لي انه حورس بيتشابه مع المسيح قل له اديني تفاصيل قصه حورس هاتها لي اكاديميا مش من الخزعبلات اللي موجوده هاتها لي مكتوبه كما هي موجودة في كتب علمية موجودة في كتب لعلماء مخطوطات موجودة في كتب لعلماء مصريات معروف عنهم بالدقة ومعروف عنهم بالموضوعية ونضع القصتين جنب بعض ونشوف إذا كان هناك تشابه أو اختلاف فعشان كده هحكي عن الثلاث روايات دول ثلاث أساطير دول كلم عن إيزيس وأزوريس واتكلم عن حورس، واتكلم عن مثراس، وفي الاخر هنختم مع بعض بال النتيجه اللي هنوصل ليها في دراستنا. انا عارف طبعا للاسف احنا كمصريين مع ان احنا عندنا حضاره تمتد الى 7000 سنه، لكن قليلين قوي اللي بيقروا بالتفصيل عن الحضاره المصريه القديمه ويعرفوا تفاصيل الروايات والاساطير القديمه. فانا هاخدكم كده في جوله ونتكلم فيها شويه عن ايزيس واوزوريس ثم حورس ايه بقى حكايه اوزوريس لانه بيقولوا انه اول في تشابه ما بين اوزوريس وما بين المسيح في موتهما وفي قيامتها وقيامتهما وفي تشابهات كثيره في حياته اوزوريس كلنا نعرف الاسم ويمكن بعض التفاصيل لكن ما نعرفش كل التفاصيل فالنهارده يكون درس عن الايجيبتولوجي او علم المصريات. النص الكامل لاسطوره اوزوريس يعود الى القرن الثاني الميلادي، دي نقطه مهمه جدا. يعني ليه؟ ده النص الكامل خلوا بالكم لقصه اوزوريس لا يعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد لكنه يعود إلى كاتب روماني معروف كتب رواية أسطورة أوزوريس بالتفصيل في باللغة اليونانية كتبها في النص اليوناني هو الكاتب بلوتارخ وأنا حاطط هنا المرجع اللي عايز يرجع للكتاب دون الكتاب اللي كتبه اسمه concerning Is this أوزوريس وبعدين عنوان الكتاب هو The Hellenistic Religious with uh, We The Age of Syncretism وده edited by Frank uh, Frederick Grant واتطبع في انديانابليس في ولاية انديانا من خلال Liberal Art Press وطبع سنة 1953 واللي مكتوب فيه عن إيزيس وأوزوريس من صفحة 80 إلى صفحة 95 فالمعلومات uh, فالنص الكامل للاسطوره موجود باللغه اليونانيه مش موجود باللغه المصريه القديمه، موجود باللغه اليونانيه وفي كتابات يونانيه كتبها بلوتر والمعلومات الاخرى عن هذه الاسطوره موجوده في بعض الكتابات والمخطوطات والنقوش المصريه القديمه واليونانيه القديمه، لكن الخطوط العريضه للاسطوره تعود الى ورقه برديه ترجع يرجع تاريخها الى سنه 2686 الي 2160 قبل الميلاد يعني يمكن التاريخ القديم ده قرب حياه ابراهيم كده وموجود ايضا في بعض النصوص الجنائزيه المصريه القديمه وطبعا من الصعب ان تكون قصه كتبت بالكامل في القرن الثاني الميلادي ان يكون لها تاثير على كتاب اسفار العهد الجديد الذين كتبوا اسفارهم قبل ما تكتب قصه ايزيس واوزوريس باليوناني. طبعا التلاميذ المسيح لم يكونوا يعرفون الهيروغليفيك ولا المصريات القديمه وكانوا صيادين سمك عاشوا وولدوا وتربوا في اليهوديه. أه أه فاللغة اللغه الثانيه اللي كان ممكن يعرفوها هي اللغه اليونانيه والنص اليوناني وجد بعد لما التلاميذ كتبوا العهد الجديد يعني التلاميذ كتبوا العهد الجديد في القرن الاول النص اليوناني بالكامل عن ازوريس موجود في القرن الثاني الميلادي دي نقطه مهمه لكن مين هو اوزوريس مين هو نعرف عنه ايه هو واحد من خمسه اخوه اتولدوا من خلال علاقه جنسيه بين الاله نوت وهي الام آه الهه السحاب وبين الاله جب اله الارض يعني هم خمسه اتولدوا مع بعض كويس الاله نوت الـ 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 الاله الالهه نوت والاله جب اله السماء واله الارض آه آه انجبوا خمس اولاد بسبب تعدي نوت نوت اللي هي الـ 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 الام الهه السحاب لعنتها الشمس ولم تسمح لها بان تلد مولودها في يوم من ايام الشهر، يعني بينما انه الشهر هو شهر شمسي كويس وايامه تحكم فيها الشمس فالشمس لعنت نوت وقررت انه مش ممكن ابدا تولد في اي يوم يعني في اي يوم من الشهر. كويس؟ الا انه الاله توت أو هيرمس أحب نوت وقد ضمن لها خمسة أيام أخرى من القمر يضاف إلى التقويم المصري يعني في عشان كده السنة الشمسية والسنة القمرية والفرق بينهم خمسة أيام 360 و365 فالخمسة دي أضافها الإله علشان هو بيحب نوت وعايزها تولد مول مولودها فأضاف خمسة أيام للسنة بعيد عن اللي بتحكم فيهم الشمس ال 360 يوم عشان تولد مولودها كويس وهو اوزوريس بقى واحد من الخمسه اللي اتولدوا مع بعض يعني هي لما ولدت ولدت خمسه مع بعض اوزوريس وهو في الرحم ده الصوره بتقول لنا اوزوريس وهو في الرحم احب اخته ايزيس اوزوريس احب ايزيس وهما داخل الرحم اتجع معا وانجبا حورس وهما في الرحم اتجع ده واحده من الروايات مش كل الروايات في روايه اخرى بتتكلم عن ولاده حورس لكنه دي واحده من الروايات انه حورس آآ آآ يعني آآ نتيجه معاشره ايزيس واوزوريس وهما في رحم امهما قبل ما يولدا كويس ولدت نوت خمسة مرة واحدة وهما أوزوريس وإيزيس وحورس وست ونفتيس دول خمسة والخمسة دول إيزيس وأزوريس كانوا قابل كويس متجوزين وست ونفتيس كانوا أيضا قابل متجوزين كويس والخامس ده حورس اتكلم عنه بالتفصيل بعد فترة أوزوريس اتلخبط في مراته كويس وظن ان نفتيس زوجة اخوه ست هي زوجته فاتجع معاها يبقى هو عاشر زوج زوجة اخوه اللي هي برضه اخته كويس فاخوه ست اتضايق جدا وغضب جدا وقرر انه يتخلص من اوزوريس هذا الفعل أغضب نفتيس فقام بالتخطيط لقتل أوزوريس فقام بصنع تابوت كويس جميل وقال إنه سوف يعطيه لأي شخص يأتي على مقاسه عمل اللي هو التابوت الفرعوني دون وصممه وقال إنه أي شخص هيجي على مقاسه التابوت دون أنا هدهوله فلما دخل في أوزوريس راح قافل التابوت كويس وأمر جنوده إنه يحملوا التابوت ويلقوه في النهر ففي قصتين لموت اوزوريس، القصة الأولى بتقول إنه لما اتقفل عليه التابوت اتخنق ومات، والقصة الثانية بتقول لا إنه هو غرق في المية مع التابوت وموته كان عن طريق الغرق، في كل الحالات أو في الحالتين إنه اوزوريس مات وموته أخوه ست. كويس؟ إيزيس حزنت جدا على موت زوجها، اوزوريس. وبدأت في البحث عنه البحث عن جثته ووجدت جثته بمساعدة آلهة التماسيح اللي موجودة في النهر انه يطلعوا لها جثة أوزوريس من النهر فقامت وهو ميت فقامت بالاتجاع بالاتجاع مع الجسد الميت لأوزوريس وحبلت وولدت حورس يعني في رواية بتقول ان حورس اتولد وهم في الرحم معاهم وفي رواية تانية بتقول لأ إن هم لما مات أوزوريس جابت الجسد واتجعت مع الجسد والميت فأنجبت حرس حاولت أوزوريس أن تخفي جسد أوزوريس من أخيه ست لكنها فشلت فست أخذ جسد أوزوريس قطعوا إلى 14 قطعة وزعوا على كل المقاطعات او المدن المصريه وزعوا على كل بلاد البلد في مصر على كل حته في مصر 14 قطعه قسم جسد اوزوريس ازيس جمعت الاشلاء بتاع زوجها جمعت 13 جزء من ال 14 والجزء اللي كان مفقود هو العضو التناسلي لاوزوريس وتم تحنيط جسد اوزوريس بدون هذا العضو التناسلي. بتقول لنا الروايه انه بالسحر استطاعت اوزوريس ان استطاع اوزوريس ان يقوم ويحيا من خلال الالهه الوثنيه ومن خلال السحر استطاع اوزوريس ان يقوم ويحيا لكنه لم يعد الى الارض هو مات وظل ميت لكنه هو حي في العالم الاخر مع عالم الاموات. يعني القيامة بتاعت أسطورة أوزوريس إنه لم يعد للحياة تعريف القيامة أنه واحد مات ورجع إلى الحياة كويس وعاش إنما في قصة أزوريس أو اسطورة أزوريس إن أزوريس لما مات هو حي في العالم الآخر وصار ملك على الأموات كويس وصار ملك على الأموات وعلى هذه الفكرة طبعا إنه بيتبنى البعض فكرة إنه موت والقيامة بتاعه اوزوريس بتشبه موت وقيامه المسيح وده فكر غلط ليه لانه لا يوجد تشابه ما بين موت وقيامه اوزوريس وموت وقيامه الرب يسوع اوزوريس لم يعد الى الحياه اوزوريس مات في حياته الفعليه على الارض والاسطوره بتقول أنه هو حي في العالم الاخر هو لم يعد للحياه هو حي في العالم الاخر ولأنه حي في العالم الآخر فهو صار ملك على الأموات في عالم الأموات وليس عالم الأحياء لكن الحقيقة التي يغفلها المدعون أن أوزوريس لم يقم على الإطلاق بمعنى أنه لم يعد للحياة ولم يتحرر من عالم الموت فأوزوريس ينتمي للأموات ولعالم الموت ومن الموت هو يبارك مصر فكل تاريخ مصر يصور ك... يصوره آه كميت كجثه ميته كل التاريخ المصري يتحدث عن اوزوريس الميت وليس اوزوريس الحي طبعا اي حد عايز يطعن في الكتاب المقدس بيدور على اي حاجه أه وحتى لو ما اي علاقه بالرب يسوع ويقول لك اهو ادي أه في فكره قيامه وفي فكره قيامه يبقى الاثنين يبقى اكيد اللي جه بالاخر هو ايه مقتبس من اللي كان موجود طبعا القيمتين مختلفين باختلاف جذري على اساس فكره موت اوزوريس وقيامته في العالم الاخر يعتقد البعض انه يشبه موت وقيامه الرب يسوع لكن الحقيقه زي ما قلت التي يغفلها المدعون هي أن أوزوريس لم يقم على الإطلاق بمعنى أنه لم يعد الحياة ولم يتحرر من عالم الموت فأوزوريس ينتمي للأموات ولعالم الموت وهو ملك مائت يملك على الأموات ده بالنسبة لأوزوريس فلا يوجد تشابه نهائي لا في حياته ولا في أعماله ولا في طريقة موته ولا في قيامته أنه يوجد تشابه بينه وبين حياه شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح خلونا ناخد فاصل ونرجع نتكلم عن حورس وعن الاساطير الاخرى برحب بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام واحنا بنتكلم عن حياه وقيامه المسيح وهل هي ماخوذه من اساطير وثنيه قديمه ولا دي مختلفه نهائي عن الاساطير القديمه تكلمنا عن اوزوريس وشفنا انه مفيش اي علاقه نهائي ما بين اوزوريس وما بين حياه الرب يسوع نتكلم عن حورس وده طبعا معروف قوي في مصر القديمه وحتى على آه شركات الطيران المصريه بنجد آه رسمه حورس آه رسمه راس الصقر دي بتدل على حورس. مين هو حورس؟ حورس هو ابن اوزوريس وإزيس وهناك روايتان آه روايات كثيره مختلفه عن طريقه ميلاده، يعني في في على الاقل روايتين آه لميلاده، الروايه الاولى بتقول انه اتولد آه انه انه ايزيس واوزوريس وهما في الرحم عاشر يعني بعض وانجب حورس والروايه الثانيه بتقول لا ان حورس اتولد بعد لما اوزوريس مات وبالجسد الميت اتجعت معاه ايزيس وانجب حورس لكن النتيجه العامه ان حورس شخصيه موجوده كويس الروايه الثالثه طبعا بتقول انها حملت به بشعاع من البرق ده دي روايه روايه ثالثه طيب نيجي هنا ايزيس علشان تحمي ابنها من عمه ست اللي هو كان على العرش واللي قتل اوزوريس ابو حورس علشان تحمي ابنها خبته وودته في منطقه في الدلتا وحاولت انها تربيه وتنشئه هناك لكن وهو طفل كان بيلعب فلدغه عقرب عقرب راح لدغ حورس فوجدت ابنها حورس شب ميت بسبب لدغة العقرب فطلبت من أرسلت طبعا فقامت بإرسال توت فصلت للإله حتى يرد له الحياة فقام رع اللي هو الإله شمس بإرسال توت جد حورس حتى يقوم بعمل السحر الخاص بالطب والشفاء وينزع منه السم شوف يا حورس ودبت ودب فيه الحياة من جديد وكبر وقام بالانتقام من عمه ست الذي قتل والده وفي احدى المعارك مع عمه فقد عينه الشمال كما قام بالانتقام من كل اعداء ابيه اوزوريس وقدمهم كذبائح بشريه. ده الملخص لحياه حورس. ايه بقى هل يوجد تشابه ما بين حياه حورس وما بين حياه المسيح؟ طبعا الكلام اللي قاله آه الاخ آه آه جابر عبد الكريم كلام لهوش اي اساس في حتى الوثائق المصريه والكتابات المصريه القديمه ان امه اسمها ميري وام المسيح اسمها مريم كان ليه 12 تلميذ والكلام ده كله كلام ليس له اي اساس آه تاريخي لدغه العقرب والشفاء منها هو الاساس الذي يبني عليه بعض المشككون فكره الموت والقيامه طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشبه حياة حورس وموته حياة رب المجد وموته وقيامته ونتكلم عن تفاصيل كثيرة مرتبطة بحورس أجي للأسطورة أو بعض الإدعاءات خلينا ناخد بعض الإدعاءات الغير حقيقية المرتبطة بإيزوريس ومرتبطة بحورس وبعدين أجي للأسطورة ميثراس بعض الادعاءات الغير حقيقيه لا يوجد اي سجل تاريخي لتسميه ايزيس بمريم او ميري لا يوجد نهائي في كل الكتابات المصريه القديمه والكتابات اليونانيه اللي قدمت لنا القصه لا يوجد اي ذكر عن قريب او بعيد انه اسم ايزيس يتحول الى ميري فدي ده ده دي دي خدعة أو كذبة كويس إزيس لم تكن عذراء لما أنجبت ابنها أوزوريس كانت متجوزة أوزوريس واتجعت سواء اتجعت في الرحم ها وهم أطفال قبل ما يولد معا سواء اتجعت مع أوزوريس في بعض الروايات أو اتجعت مع الجسد جسد أوزوريس الميت بعد لما انتشلته من المياه وأنجبت ابنها حورس لكنه لم يكن ميلاد من عذراء ولم يكن ميلاد بدون بدون زواج كما يدعي البعض ولد حورس في شهر كياك كويس اللي هو أكتوبر ونوفمبر وليس في 25 ديسمبر كما يدعي كاتب المقال في إلاف انه انه بيقول انه في تشابه انه عيد الميلاد في يوم 25 ديسمبر وحورس اتولد 25 ديسمبر كمان عايز اقول له حاجه حاجه يمكن ما يعرفهاش يا ريتك تقرا في الكتب المسيحيه وفي التاريخ المسيحي فتعلم انه اولا الاناجيل الأربعة لم تذكر لنا يوما محددا ولد فيه المسيح، ذكرت لنا التفاصيل وذكرت لنا كان مين حاكم وكان مين ملك، لكنه لم تذكر لنا اليوم. كويس؟ اليوم دون دو 25 ديسمبر اتحدد بعد اربع قرون من المسيحيه. يعني بعد 400 سنه من تاريخ المسيحيه اختير يوم 25 ديسمبر، فلم يكن يوم ميلاد المسيح. يعني حتى معلوماتك المسيحيه عن ميلاد المسيح معلومات مغلوطه وارجو ان انت يعني تقرا اكثر لتصحح هذه المعلومات. الكتاب الكتاب المقدس لا يسجل لنا تاريخ ميلاد المسيح وحورس لم يولد في 25 ديسمبر لكن حورس بحسب الكتابات المصريه ولد في شهر كياك في اللي هو بيبقى شهر اكتوبر ونوفمبر. لا يوجد سجل لزياره ثلاث ملوك لحورس ما عندناش سجل خالص. بيقول لنا انه 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 زاروا ثلاث ملوك وزي ما الـ الـ المسيح زاروا ايضا ثلاث ملوك اللي هم المجوس، اولا لم يكونوا ثلاثة، هم قدموا ثلاث هدايا، فوجود ثلاث هدايا لا يعني انهم ثلاثة، دي دايما بنتلخبط فيها، فحتى معلوماتك عن حورس او عن النص الكتابي معلومات ضعيفة جدا، لم يكن حورس مخلصا ما فيش أوجه تشابه ما بين حورس على إنه مخلص والمسيح على إنه مخلص، حورس كان منتقم، حورس كان رجل حرب، حورس قام بالانتقام من لموت أبوه أوزوريس، حورس قام بالانتقام من كل أعداء أوزوريس وإيزيس، حورس قام بتقديم ذبائح بشرية للأعداء قدمهم كذبائح، كل ده صنعه حورس فكان رجل حرب، رجل دماء، منتقم أما المسيح فلا يوجد أبدا وجه تشابه ما بينه وما بين حورس لا توجد سجلات تثبت أن حورس أصبح معلما وعنده 12 تلميذ مفيش السجلات دي أنا ما أعرفش كاتب المقال ده جابها منين هو طبعا جابها من الفيلم لأنه الفيلم بيذكر كده فهو اعتقد مدام ذكرت في فيلم أنه يبقى معلومة صحيحة اللي بتقال في الأفلام ليس أكاديمياً صحيح أه ما ينفعش تبني مقالة على اللي اتقال في الأفلام لم يتعمد هو بيقول إن حورس اتعمد طبعا ما فيش حاجة اسمها معمودية في مصر المرة الوحيدة اللي ذكر فيها الماء كان عندما طلبت إيزيس من إله التماسيح أن يخرج جسد أوزوريس من الماء دي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها الماء فما فيش معمودية كويس لم يكن لحورس 12 تلميذ جابها منين دي انا مش عارف وجابوها منين؟ لا يوجد في اي مخطوطه مصريه ولا اي نقوش مصريه ان اللي حورس كان عنده 12 تلميذ، كان عنده اربع اشباه الهه بيخدموه واشار الى 12 واحد من اللي كانوا بيخدموه او 16 واحد من البشر اللي كانوا بيخدموه لم يمت حورس صلبا. الصلب لم يكن معروف في مصر القديمه. لم يكون معروف نهاء الصلب اساسا اخترعوا الفرس اول من اخترع فكرة الموت بالصلب كانوا الفرس مش المصريين وبعدين الرومان وصلوا فكرة العقاب بالصلب الى الكمال كنوع من التعذيب لا توجد عد... لا توجد عدة قصص عن موت حورس ولكن لا تشير إحداها إلى الصلب عندنا قصص بتتكلم عن موته لكن ما فيش واحدة فيهم بتشير إلى الصلب لا يسجل لا يوجد سجل عن دفن حورس ثلاثة أيام زي المسيح ولم يتنبأ حورس عن موته ولم يتنبأ عن قيامه ولم يوجد نبوات كثيرة أو نبوات أساسا عن حورس ذكرت عن ميلاده لم يكن حورس من الأموات أصبح ملك على عالم الأموات لكنه لم يقم من الأموات فالتشابه ما بين حورس وما بين المسيح معدوم مبني على فكر شيطاني معادي لكل ما هو مسجل في الكتاب المقدس اجي الى الاسطوره الثالثه الاسطوره الثالثه اسطوره مثراس مثراس لا يوجد تفاصيل محدده لاسطوره مثراس إلا أن أسطورة مثراس تعود إلى إله الفرس كويس ثم انتقلت إلى اليونان في القرن الثاني قبل الميلاد ولد مثراس ليس من عزراء لكن ولد من صخرة خرج من صخرة الصخرة دي كانت موجودة على شط النهر وكانت تظللها شجرة مقدسة في نظر الناس فخرج هذا الإله كما تقول الأسطورة خرج وولد من الصخرة كويس وفي بعض الرسومات نراه نراه يحمل خنجر في يد وفي اليد الاخرى يحمل شعله كاله نور. بعد ان خرج مثراس من الصخره غطى نفسه باوراق التين وبدا يدرك كم هو قوي حارب الشمس كويس وما قدرش عليها وبعدين حصل صلح ما بينه وما بين الشمس وبعدين حارب تور ضخم جدا وحارب حيوانات وخد ومن دم التور دهون خرجت كل الأعشاب المفيدة وأول ذبيحة قدمها خرجت منها كل المخلوقات بما فيها الإنسان كويس وعنده ميت ودن وعنده ميت عين علشان هو بيسمع كل حاجة وعشان هو بيشوف كل حاجة ومنه خرجت المئات الألهة ده قصة مثراس كويس لما نيجي بقى مثراس لم يمت السجل بتاع سواء الفارسي او الروماني او اليوناني لا يتحدث عن موت مثراس فهو دائما منتصر في كل الحروب طبعا لا يوجد اي وجه مقارنه بين المسيح ومثراس فالمسيح مات وقام اما الاسطوره الرومانيه فتقول انه دائما حي ولم يمت يبقى دول الثلاث اساطير اللي بيبنوا عليهم فكرهم والثلاث أساطير لو شفنا تفاصيلهم إحنا هنوصل إلى الكونكلوجن إنه ما فيش أي أوجه تشابه ما بين هذه الأساطير وما بين حياة وقيامة الرب يسوع لا يوجد ذكر لكونه معلم عظيم مثراس لا يوجد ذكر لكون مثراس عنده 12 تلميذ توجد صورة واحدة لمثراس تحيط به الرموز الاثنى عشر لدائرة الأبراج يعني الأبراج فبعد فكر أن ما دام الأبراج ال 12 دول موجودين دول عنده تلاميذ 12 ده جدول بيوضح لنا الاختلافات واللي موجودة هنا أحط أزوريس حورس مثراس والرب يسوع وأحط هنا الحاجات الأساسية الميلاد العذراوي الموت القيامة ولقب المخلص اول حاجه لما نيجي الى نيجي الى اوزريس اوزريس اساسا جه من خلال علاقه جنسيه بين الالهه الوثنيه اله الشمس واله الارض اتولد من خلال علاقه بين الالهه كويس حورس اتولد من خلال علاقة جنسية ما بين إيزيس وأزوريس وهما في الرحم أو بعد لما مات وإيزيس اتجعت مع جسد أوزوريس الميت مثراس خرج من صخرة يعني الميلاد العزراوي ملهمش أي علاقة الثلاثة دول بفكرة الميلاد العزراوي إنه يولدوا من عذراء ما مفهمش ما فيش هذه الفكرة موجودة في هذه الأساطير وبالتالي يعتبر حياة المسيح فريده من حيث الميلاد العذراوي مولود من انسانه عذراء لم تعرف رجل وبدون علاقه جسديه بل بحلول الروح القدس عليها ده ميلاد الرب يسوع فلو جينا للميلاد العذراوي نجد انه الثلاثه اللي قبل كده دول اوزوريس وحورس وميثراس لا ينطبق عليهم ابدا الميلاد العذراوي نيجي للموت فكره الموت اوزوريس قتل بالاختناق سواء داخل التابوت او بالغرق مع التابوت في نهر النيل. فهو لم يصل هو مات كويس؟ حورس بعض الروايات بتقول انه لم يمت والبعض الاخر بتقول انه مات بالسم من عضة عقرب. كويس؟ مثراس لم يمت يبقى ما حاجه اسمها صلب ما حاجه اسمها موت والموت يختلف نهائي. المسيح مات بالصلب وبسفك دمه المسيح دفن ووضع جسده في قبر معروف لمدة ثلاثة أيام وبالتالي المسيح مختلف نهائي في حياته وموته عن الأساطير القديمة القيامة لما نروح لقيامة المسيح أوزوريس قام في العالم الآخر لم يقم بالجسد هو قام في العالم الآخر عالم الأموات وصار ملك على الأموات أوزوريس حرس قام بالسحر السحر عملوا له سحر وقام شفي من السم بتاع العقرب اللي لدغه ميثراس لم يمت المسيح قام من الأموات بعد ثلاثة أيام بعد أن كان في القبر ثلاثة أيام دفن مات ودفن وقام وظهر لقب مخلص أذوريس ترجل خلاص بالتحرير من الجسد ليكون ملك في عالم الارواح حورس يقدم هؤلاء الذين ماتوا من خلال الدينونه لملك الموت وكان لا يطلق عليه ابدا مخلص هو كان قاتل ومنتقم ورجل دماء مثراس تمنى النصره في حياته عمل الزبائح التي قام بها ووصف على اساسها انه مخلص لكن المسيح خلاصه المسيح مات من اجل الخطاة المسيح بموته أتم الفداء المسيح دفع ثمن خطاياي المسيح أناب عنا على عود الصليب دي الحقائق المهمة اللي احنا لابد ان احنا نعرفها انه من خلال دراستنا عن حورس وعن أذوريس وعن ميثراس ندرك ان حياة المسيح لها كل المجد المسيح في حياته في ميلاده العزراوي في حياته في خدمته في تعاليمه في موته وفي قيامته، هو شخص تاريخي حقيقي وليس اسطوره. هو صنع كل هذا بدم وبحياته وبفدائه. عشان كده لا يمكن ابدا نقبل القول بان حياه المسيح وقيامه المسيح ماخوذه من اساطير. هو رب المجد، الله الذي صار جسدا وحل بيننا. الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم